من الأخبار أيضا اللي مهم متابعتها أيضا هو حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب داخل الجامعات. النهاردة جامعة القاهرة أعلنت إن هي هتبدأ حصر عدد المنقبات بالجامعة من هيئة التدريس علشان تبدأ تنفيذ الحكم بداية من الفصل الدراسي الثاني. إحنا محتاجين نعرف أكتر إزاي ممكن يتم تنفيذ قرار زي ده؟ هل تنفيذه ممكن قانونا بيلزم المدرسات ايضا في المدارس ولا هو متوقف على الجامعات بس؟ معايا على الهاتف استاذ احمد الديب مسؤول التعليم العالي بموقع فيتو. اهلا بحضرتك استاذ احمد. بحضرتك نشرح للمشاهدين الحكم وهل هيتم الاستجابه له وفعلا تبعياته هتكون ايه وهيتم ايضا تنفيذه في المدارس ولا الجامعات فقط؟ في حالة الأمر إن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة أيدت قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر في 2015 نعم بحظر النقاب داخل جامعة القاهرة. وبهذا القرار أصبح هذا القرار رسمي على جميع الجهات التعليمية والمستشفيات الجامعية في مصر. القرار لقى ترحيب كبير، طبعا لا تعليق على حكم القضاء، وبالفعل القضاء القرار الأول ما صدر كان في ترحيب من جامعة القاهرة اللي بدأت رسم زي ما حضرتك أقررت وقلتي. ايوه ان في الحصر وانه يتم التنفيذ بمجرد وصول منصوص الحكم الى الجامعه يتم تعميمه على الكليات وتطبيقه بالفور. واكدت الجامعه ان اللي مش هيلتزم بالقرار هيتم وقفه عن عمليه التدريس. نعم. والجامعات المصريه كلها واغلبها اللي تواصلنا معاها رحبت، جامعه عين شمس، حلوان، الزقازيق، واعتقد المجلس الاعلى للجامعات هيبقى ليه هيستعرض الامر في الجلسه القادمه ان شاء الله في منتصف الشهر المقبل. واعتقد هذا القرار سيكون بدايه يعني لتصحيح الاوضاع داخل العمليه التعليميه في الجامعات المصريه. لان لابد في اعتراضات، هل في اعتراضات على هذا الحكم؟ هي الاعتراضات داخل العمليه التعليميه والجامعات والقطاع التعليمي ما رصدناش اي اعتراضات غير من ال 80 منقبه او الاستاذه اللي رفعت القضيه. لكن بره بقى في المجتمع اكيد يعني في بعض السلفيين الناس اللي هي بتعترض على اي حاجه بتطلع يعني. لكن الاعتراضات داخل القطاع التعليمي لا تصدر اي اعتراضات من اي جامعه او اي مسؤول تعليمي حتى الان. واصبح القرار بمجرد صدوره رسمي وتأييد الحكم ملزم للمدارس والجامعات المصريه. يعني هل في حصر طيب عدد المنقبات في جامعه القاهره؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في حاجه في قانون الجامعات المصريه اسمها احترام التقاليد والعادات داخل الجامعات. ده بيحدد ان ازاي الطالب يكون داخل، القيود واللبس بتاعه، يعني مثلا ممنوع الدخول بالشباشب والبسون والهدوم الضيقه والبنطلونات المقطعه. ايوه الجامعات حرقت يعني اقرت عدم دخول الطلاب بهذه الملابس نهائيا، والطالب اللي بيدخل لابس الحاجات دي بيتعرض للي بيطبق عليه القانون بشده يعني. واصبح هذا الامر مطبق مع كل عام دراسي، واي طالب بيحاول يخل بهذه القواعد او العادات بيحال بيطبق عليه القانون. لكن عشان نحصر ونقول عدد المنقبات ايه وبيلبسوا ازاي او ما بيلبسوا ازاي ده صعب. انا ما اقدرش اقول لحضرتك، حتى ما اعتقدش ان جامعه القاهره معاها عدد او رقم في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده. فهو الامر انا اعتقد بمجرد وصول الحكم رسمي الى جامعه القاهره ستصبح الجامعه ملزمه بتطبيقه، واعتقد ان استاذ رئيس الجامعه سيجتمع بمجلس الجامعه ويعرض الامر ويرسم قرار للكليات لتطبيقه رسمي. وهو يعني امبارح اعلنوا ان سيتم تنفيذ القرار وان اي حد هيمتنع هيطبق عليه القانون وهو المنع من عمليه التدريس. في الجامعات والمدارس ايضا استاذ احمد؟ انا ما اقدرش اقول انه يطبق، هو طبعا اصبح ملزم للجميع يعني هذا القرار بمجرد صدور المحكمه الاداريه اصبح ملزم لجميع الجهات التعليميه، لكن مين هيبدا يطبقه؟ هو نصوص القانون بيقول او نصوص الحكم بيقول جامعه القاهره. بالتالي احنا امام جامعه القاهره، واعتقد جامعه عين شمس بدات بالفعل او ستبدا من خلال اجتماع مجلس الجامعه الجاي مناقشه القرار وبدايه دراسته لتطبيقه في عين شمس، وايضا حلوان والزقازيق هيبداوا في مجالسهم القادمه ان شاء الله استعراض حكم المحكمه بدءا لتطبيقه بالجامعات، وان شاء الله يكون بالمستشفيات الجامعيه ايضا باذن الله. يعني نقدر نقول استاذ احمد انه من بدايه الترم الثاني ان شاء الله خلاص مش هيكون في نقاب في الجامعات. لا اعتراض على احكام القضاء، واحكام القضاء ما دام نهائيه واجبه النفاذ. تمام، بشكر حضرتك أستاذ أحمد على هذه التفاصيل. يعني يمكن موضوع النقاب هو محدش ضد النقاب،
هو مثلا لما بيتمنع في الجامعة أكيد هدفه نواحي أمنية، مفيش أي نواحي دينية، محدش لا ضد النقاب ولا مع النقاب، هو الجامعة المطلوب فيها أن يبقى فيها حماية للطلبة والطالبات، وممكن النقاب زي ما حضراتكم عارفين بيستتر وراه حاجات كتير، علشان كده هو ناحية أمنية فقط ليس له علاقة بالناحية الدينية. البسي النقاب في أي مكان أنت عاوزاه خارج الحرم الجامعي.